بسم الله الرحمن الرحيم. شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك مرتاحين من ناحية جروج. قال أصول السنة عندنا كتلنا ما يزنوا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه ينبر بيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم صحابه يساتشو بالدربا يساتشو قوادنيا كساتشو ينبروت ينسو من قدن مكتل لمن دنو إمامه أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لمن دنو بزدين قد قد يجمره إن تبسنتم لمن دنو كتب على إنيا قرآننا حديث مرة تنشلم إلا على فحم الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأت شوية يبكالون يشبتن بذاتن قطروا على الفعل صحابوك فتاسبوا يشبتن بذاتن قطروا يا سالفوت صحابوك سنة وحي سيستمرون يا الفعلوا بلاش تقمت الله شونا إن يا قرآن حديثا نفهموا على فهم الصحابة صحابوك بتردوث مردات اللبن معنا بدعاء انديتنا مكستوا بسويش مهكل بدعة أسباب البدعة أراد أسباب تكسالو أراد تنقروش منقروش بدعة مثفافابتنا بدعة مكستبت إما جمّروا الجهل بأحكام الدين يسلمنان هيمانوت على موك ولتن يو اتباع الهوى سميت مكتل صوصن يو التعصب مقرقر للآراء لتلايا ساوش أراد تن يو نتب هو التشبه بالكفار بالنزا بكارو سوش من مساسا أن جارات نتبوش ناتشو بدعاء اندي قنينا اندي سفافا يميا درقو بدعاء بدا مسكفين اقرنا بدعاء يمي سراسو يوم القيامة يرسول صلى الله عليه وسلم حوضا وهان آية قنين. شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كفل كفل سوست سوست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فنواصل ما توقفنا قبل المغرب بزيل ليت إن شاء الله ليلة الأحد الله تعالى هيا سباتن يو يا ربيع الأول هجر علي بدأ بربران بس تماروش يجمرون كتاب إن شاء الله نكتر لنا قدم لما الصوص يأكل عندنا የሚጠቅሙ ነገሮችን ጥቦችን ተቅሽላችሁ አልፌ ነበር ለምሳሌ ያከለ አንዳንድ አቂዳ ምን እንደሆነ አይተናል ሉጋተን ሲላህን ከዛ ማልፎ ደግሞ ይሄኛው የሸሪዓ የእስልምና አቂዳ ትክክለኛው አቂዳ ከሌላ የሚለይበት ምን እንደሆነ አይተን አልፈናል ከዛ ማልፎ ደግሞ ስለ መጻፎቹ የታተሙት ወይ ደግሞ እንዴት ተጻጻፉ ቤተኛው መንገድ ልጻፉ አይተን ነበር ይሄ ክለሳ ቀደም ላልነበራችሁ ልጆች ነው ከዛ ማልፎ ደግሞ ስለኢማሙ አህመድ አንዳንድ ነጥቦችን አይተን አልፈን ነበር ከዛ ማልፎ ደግሞ ሱና ሉጋተን ሲላህን ምን እንደሆነና ይሄን በተመለከተ አይተን ነበር ከዛ ማልፎ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ለምን እንደተማርን ለምን እንደጀመርነው እሱንም አይተን አሳልፈናል አለስ ከዛሊክ ነው አይደለም ነው قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم إذن أهن ولتلقوا ولنتبوا قبتوال إمامو أصول السنة من دهونا عند بعند جمر لن عندنا سير النيازن داسيل يعني أسو كمشايخوشو يوصدونا مشايخوشو دمو كمشايخو يوصدونا حتى وصل حتى يسيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم انجي ليلى اديس النجر ايضا لم يجمروا معناتنا اذا قال مد التمسك مكه انه ما يزنوا بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه ينبروا بيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم صحابوچو يساچو بالدربا يساچو غوادنيا كساچو غا ينبروت ينسو منجدن مكتل ينسو منجن اطبقوا ما يز
ይሄ ኡሱሉ ሱና የኛ መንገድ የኛ አቂዳ ይሄ ነው ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አለም ወልቅቲዳኡ ቢሂም በነሱ ፋና መሄድ እነሱ በተጓዙበት መጓዝ ይሄ የኛ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አንደኛው ይላል። እዚጋ አስሐብ የሚለው ብዛትን ነው የሚያሳየው። አስሐብ የሚለው ብዛትን ነው የሚያሳየው። ሱሐባ ይባላሉ። ይሄ በዝርዝር በኋላ መጣበታለን። ሱሐባ ማለት ምንድነው ከተባለ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ሱሐባ የሚባለው ማን ነው ከተባለ هو من لقي የተገናኘ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኛቸው ከሳቸው ጋር የተገናኘ مؤمنا به በሳቸው አምኖ ومات على ذلك በዛ ላይ የሞተ ለዚህ ነው። ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر بينبال مصاحفه لاي ايهن نجر ايهن السيل ايهن تعريف نم يسكمتو شامل هون التعريف صحابان يميجلزو تعريف يهون صحابان يميجلز يميتنتر تعريف ايهنو. بعض العلماء صحابة مبالو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلالو يعني رسول يايو يلالو ايهن امو رسول يايو كتبالا بزي ما هكلا برسول الله كده ينبرت عندنا الصحابوش ማየትን የማይችሉ ማየትን የሳናቸው ሰሃቦች ነበሩ። እነዚህ እዚሁ ሳይገቡ ማለት ነው። ኢዘነኛ ግን መልቅ የካልን ከረሱል ጋር የተገናኘ ሰነን ያኒ ባይናቸውም ያየም ይሁን ወይ ደግሞ አይን ማየትን የማይችልም ይሁን እዚሁ ሲገባል ማለት ነው። ከዛ ምን ሙእሚናን ቢሂ በሳቸው አምኖ ደግሞ ከተባለ በዘመኑ የነበሩት ሙሽኮች ይወጣሉ እና አቡ ጀህል ወገይሩም ይወጣሉ። ከዛ መልፎ ደግሞ ወማተ አላ ዛሊከ ደግሞ ካልን በሳቸውም አምኖ ራሱ እሳቸው ከሞተ በኋላ ወደ ሐላ ለተመለሰው አንዳንድ ለአረቦች ለነዛ እዛው አይገቡም ማለት ነው። ግን እንደዚህ ስንል ርዳ ራስ ቢመጣ እስልምናን ተቀበሎ በረሱላህ ሰለም ተቀበሎ ከዛ ረሱል ከሞቱ በኋላ ወደ ሐላ ቢመለስና ተመልሶ እስልምናስ ቢመለስ ሳይሞት ይሄም ከሰሃባውስ አያስወጣውም። ይሄም ከሰሃባውስ አያስወጣውም። ኢደን አስሐባ ማነው ከተባለ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك رد راسه بمتى ማለት ነው። ሰሃቦችን በተመለከተ ሐዲሶች ብዙ ናቸው። ያላህ መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم ብዙ ቦታ ሐዲሶች ላይ ሰሃቦች ያላቸውን ቦታ ተናግሯል። እንደዛ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሰሃቦች ያላቸውን ቦታ ተናግሯል። አንሳሮችና ሙሃጅሮች እነሱንም ደግሞ የተከተሉትን አላህ ተዓለ ምን ይላል ሲናገር በቁርአኑ ላይ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا انه لا يستوي اكل ايهونم ይላል منكم كنانتوس من انفق يلقس سو من قبل الفتح مكه كمكفته بفيت يعني مكة كما كفته بفيت ينبروا الصحابوش مالك وقاتل ان ذا دمو كرسول كهونو مشيكوچ يتغادله اولئك ان ذا انما كفتح بفيت يا يسلموت برسول الله جل اسمنان يازو الصحابوش اعدمو تلقنو بوتاچو درجهن بوتا من الذين انفقوا كن ذا كلغسو من بعد وقاتلوا كفتح بهالا مكة كتكفت بهالا لسلموا الصحابوچنا كذا لتواقوا الصحابوچ انذا يمجمروچو مندرناچو درجه الله تلك بوتا اللهچو كذا كمن قال وكلن هولن ماله يعني كمكة فيت يسلم يمهون مكة كتكفت بهالا يسلم يمهون من قال وكل هولن وعد الله الله ازغيتو اللهچوال قال جبتو اللهچوال حسنا جنتا اذا هي مياسايو مندنو صحابوچن الله سبحانه وتعالى قال اندا گبالاچو يتناگرون الله سبحانه وتعالى اندا زالم يا الله حملتنيا بهي سيناگرو لا تسبوا اصحابي ينين بالدربوچن اندا سدبوبني يلال ينين بالدربوچن اندا سدبوبني انذا يني بالدربوچ انسو يميلگسوت گماشجن يمياكل مراسو بيلگسو انانته دم وحدن ترارن يمياكل وركن بتلگسو مراسو انانته ينسون درجان አደርሱን ብሎ ይናገራል። ይሄን ያሳየ ምንድነው ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን ትልቅ ቦታ እንደነበራቸው ነው። ይሄ ደግሞ وهذا አንዳንድ የቢድዓ ሰዎች ሰሃቦችን የሚናገሩባቸው አሉ። ሰሃቦችን የሚሳደቡ ግማሹን የሚያከፍሩ ግማሹን የሚሰድቡ ይሄ ከዚህ ሐዲስ ምንድነው
መልስ ይሆንበታል ማለት ነው። ኢዘን የመጀመሪያው የሰሃቦቹን መንገድ መከተል ይሄ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል عليه رحمة الله ለምንድን ነው በዚህ ነገር የጀመረው? التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ለምንድን ነው ያለው? ይሄን ተበሰንቱት ለምንድን ነው ከተባለ እኛ ቁርአንና ሐዲስ መረዳት አንችልም إلا على فهم الصحابة الله ميلال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا انه كنانته بحالا يمتو سوچ انانته صحابوچ وينو ميلاچو كنانته بحالا يمتو سوچ انانته بامناچوت ميامنو كهونه برغت تككلنيا منغن تمرتو عليلا اذا قراننا حديث من ردا بمانو صحابوچ بتردوت نو لمن صحابي بتردو كتباله صحابوچ ناچو وحي سيود دتغبو نبرو رسول الله عليه الصلاه والسلام كلو يايو نبره مغبيانا موجاچون يملكتو نبره حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسوت النجر عند نجر سيذكروا لن يسر الفو الله صحابوك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموتوا يقرأتوا لي يبقلون يشبتا بذاتا قطروا الفو الصحابوك ستاسبوا يشبتا بذاتا قطروا يسالفوا الصحابوك سنة وحي سيستمرون يالفالوا بلاش تقمت الله شونا إيه زبتنا إذن لذانوا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو يجمروا ينسوا فانا مكة قرآن حديث مكة المردات اللبن النسوا بتردوا ثمونا اللبن لذي من الألن إن يا قرآن حديث نفهموا على فهم الصحابة صحابوش بتردوا ثمردات اللبن بمكت الميلة الشيخ قال رحمه الله وترك البدع وترك متونو البدع بدعان متونو وكل بدعة فهي ضلالة وترك متونو بدع بدع يميلو الزقاء بذات النمياسيو عندها بدعة تبالا البتاء مربوطة بدعة تبالا لك بدعة دمو بقانقوا درجة يهونا نقر ممتعت مفتر يا نقر دمو أدس نقر يهونا كسب في التفاترو يالنبرة الله بديع السماوات والأرض سل مدرنا سماعين فتر كون سل كسب في مدرنا سماعين الفتر من دزا يمسل نقر الفتر إذا مجمر ما لكم إهي بقانقوا درجانا السلاح عندك مو بشريعة من دنو بدعة كتبالة السو من قنو بدين است ما امتعت عدس من قدن رسول صلى الله عليه وسلم يالسروت النقا هو إحداث أمر في الدين وليس منه فتران عدس فتران ما امتعت بدين است لم بدين است بلن قيدنات ከዲኑ ውጪ ሌላ ነገር ባዱኛ ካይ ላይ ምናን ብታመጣ መኪና ብነዳ ሞባይል ብትይዝ ይሄ ቢዳ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሐዲስ ይመጣላቸዋል። ሐዲስ አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ عنها 40 ነው ያለ ምስኝ ሐዲስ ላይ ተጠቀሰው تقول عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قتلهم يالو بروايه مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اذا امرنا له بديناችን ውስጥ ይተፈልገበ በዲን ውስጥ ያለውን ነገር አዲስ መጥ ነገር ማምጣት ቢዳ ይባላል ቢዳ ይባላል ኢደን ቢዳ ይሄ ከሆነ የቢዳ አስከፊነት ደግሞ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ተናግሯል ለዛ ምን አለ ሼኹ وكل بدعة فهي ضلالة انه كلهم يا بدع عينت ዲን ውስጥ የሚመጣ ሁሉ ምንድነው ተመት ነው አለ كل كالا هي كل متلو لب عموما كم ياسايو تلالك لبذوچس عندنا كل متلو انك هيدون بحديث متوال اذا كل بدعه تمتنا كتباله الزقا عندند يبدع سوچ راسو هوراچون لمملاس يفلقو
የሰው ሀብትን ለመብላት ሲፈልጉ የተለያየ መንገድ ሲያመጡ ቢድዓ ሐሰናና ቢድዓ ሰይአ ምናምን ይላሉ ይፈትናል። ጥሩና መጥፎ ቢድዓ ይላል። ይህን ሐዲስ ምን እናርጉኝ እንብለው? የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ሐዲስ አለ። ወኩሉ ቢድዓቲን ደላላ ረዋሁ ሙስሊም። በል የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ ኹጥባ ሲያደርጉ የሚናገሩት ነገር ይሄ ነው። ወኩሉ ቢድዓቲን ደላላ ሁሉም ቢድዓ ምንድነው? ጥመት ነው። ጥመት ሁሉ ደግሞ የት ነው? እሳት ነው። ለዚህ ነው ኢማም አህመድ እቺ ለብ መጨረሻ ላይ የጠቀሰው ለብ ያመጣው ነሰል ሐዲስ ነው ያመጣው። ከሐዲሱ አመጣና አስቀመጠልኝ። طيب ቢድዓ እንዴት ነው የሚከሰተው በሰዎች መካከል? ቢድዓ አስባቡ ልቢድዓ ከመ ዘከረ ሼክ ሳሊሕ ብን ፈውዛን ፊ ኪታቢሂ ኪታብ ተውሒድ የሚባል መጽሐፋቸው ላይ አራት አስባብ ይጠቅሳሉ። አራት ነገሮች መንገዶች ቢድዓ የሚስፋፋበትና ቢድዓ የሚከሰትበት። የመጀመሪያው አልጀህሉ ቢአሕካም ዲን የእስልምናን ሃይማኖት አለማወቅ፣ ጅህልና ሳያቅ ይህ ነገር ይሰራል። ይሄ ቢድዓን ዲን ውስጥ ያመጣዋል። ሁለተኛው ኢትባኡ ልሀዋ ስሜትን መከተል። ሁለተኛው ኢትባኡ ልሀዋ ስሜትን መከተል። ስሜቱ ሲከተል ለምን ለስሜቱ ጋር የሚስማማው? ለምሳሌ መውሊድ የሚያከብር ከሆነ መውሊድ ቢድዓ ነው ብሎ ከተናገረ ሆዱ ዜሮ ይሆንበታል። ሼካ ደግሞ ከሆነ አይበላትም፣ በአመት የሚያገኘው ስጋ ይቀርበታል። ለዛ ምን ይላል? ስሜቱን ለመከተል አረ አለ ችግር የለውም ረሱል ጻፋላችሁ እንዴ ብሎ ይናገራል። አረ አለ እንዴ እንደዛ ለሚሉት መውሊድ የሚያከብሩ ረሱልን ይጠላል ማለት ነው እንዴ? ያ ምስኪን አላወቀም። ያ ደሃ ረሱል ከፈለገ ረሱሉን የሚወድማ ከሆነ በአመት አንድ ቀን ጠብቆ አይደለም ረሱሉ የሚያነሳቸው፣ በአመት አንድ ወር ብቻ አይደለም ረሱሉ የሚያነሳቸው። ለቡድ አንተ ተቢ ሱነተ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حياتك كلها በህይወት ሁሉ ረሱሉ መከተል አለበት። አንተ በአመት አንድ አይደለም لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تبالوا ሁሌ ነው። قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تبالوا ሁሌ ነው። وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كله نو وليس يعني في شهر ربيع الاول وفي شهر ربيع الثاني. اذا اتباع الهوى سوسنياوس التعصب مقوقر للاراء لا لتلايا ساوچ لساوچ مقوقر يسو شيخ يسرال اسم يكتلوال ابو يسرال اسم يكتلوال بما سجار لهم بتم زنبلو بچفنا. አራተኛው ነጥብ ምክንያት አስባብ هو التشبه بالكفار በነዛ በካሩ ሰዎች መመሳሰል። እነዚህ አራት ነጥቦች ናቸው ቢድዓ እንዲገኝና እንዲስፋፋ የሚያደርገው። ኢዘን ይሄ ቢድዓ ጥመት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ቢድዓ በጣም አስከፊ ነገር ነው። ቢድዓን የሚሰራ ሰው يوم القيامة የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውደን ወሃን አያገኝም። እንደምታውቁት ማንኛውም ዒባዳ አላህ ዘንዳ ተቀባይነት የሚያገኘው ሁለት ነገር ሲያሟላ ነው። አንደኛው ምንድነው? አልኢኽላስ። ሁለተኛው አልሙታባዓ። ማንኛውም ስራ አላህ ዘንዳ ተቀባይነት ለማግኘት መጀመሪያ ያ ስራ ሲሰራ ሰውየው ለአላህ ብሎ አጥርቶ መስራት አለበት። ሁለተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሰሩት መስራት አለበት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ቢድዓም የሚያመጣ ከሆነ ሰውየው የፈለገ ኢኽላስ ቢኖረውም ራሱ ለአላህ ብሎ ራሱ ቢሰራም ራሱ ቢድዓ በማምጣቱ ስራው ምንድነው? ይበላሽበታል። وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا እነሱ የሰሩትን ስራ እንሰበስበላቸውና ከምረን እናመጣለን ያለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከዛስ ይበትን በትኗል ይላል። ለምን? ኢኽላስ የለውም ሙታባ የለውም። فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايشوا احد. إخلاص بدعني مسراسو هين اجر يا طال مالك. اذا
ቢድዓው በጣም አስከፊ ነገር መሆኑን የሚያሳየን አንደኛው ቀደም የተጠቀስኩላችሁ ሐዲስ ነው። ሐዲስ الذي اخرجه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. አንደኛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመት እንደሆነ ተናግሯል። ቢድዓ ተመት ነው ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቢድዓ በጣም አስከፊ ነገር መሆኑን የሚያሳየን ይሄን ቢድዓ የሚሰራ ሰው አዲስ መጥ ነገር ሃይማኖት የሚያመጣ ሰው ምን ብሎ ነው የሚያስበው? እነሆ እኔ ያመጣሁት ነገር እኮ እስልምና ውስጥ እስልምና በዚህ ጉዳይ ላይ አጎድሏል። ያኒ ዘጋ አልገባው እስልምና ማለት ነው። በሱ አባባል በላሱ በመላሱ ባይናገርም በተግባሩ ያሳየን ስለሆነ ኢደን ይሄ የሚያሳየን ቢድዓ አስከፊ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። طيب በመከተል ምን ይላል ሼኹ? አስለን ያለን ሰዓት አጭነች ሪሳላው ደሞ ሁሉ መንካት አለበት ተብሏል። ለዛ ነው እንጂ አንድ አንጠ ምን ከሆነ በጣም እንት ይላል። طيب قال رحمه الله وترك الخصومات وترك الجلوس مع اصحاب الاهواء وترك متونه كسنة دمو عنده متونه من الخصومات مكراكرن ايه دمو راسه يشال من الله ثنتاني اسفلقوا مكراكر سيبال كله مكراكر ايدنا اينت الله اذاك كذاقت راسه يلال وترك الجلوس مع اصحاب الاهواء قطروا ميلال وتركوا المراء والجدار والخصومات في الدين معنى عندنا مرام يهون جدار يهون خصومات كركن عندنا معنى ان كان بعض العلماء يفرقون بينهم ان العلماء مرانا جدارنا خصوما الا يلالو كل كلهم معنى زورو زورو عندنا مكراكرنا اذا مكراكر ميلو انيا لمندنو ككركر منكلكلو جدار منكلكلو لان دين الاسلام هو الاتباع مكتنا لذلك من على مجمرة التمسك على ميازنا مكتنا على مجمرة كذا قتلوا من على جدال كلكلة لمن اسلمنا يتمسرته بمكتنا لنا بكركر لأير الله اسلمنا يتمسرته قال الله وقال الرسول الله اني بلا رسول اني بلا تكبلك الحمد لله تكبلك من ما رقل لنا كريم الله إذن كركر ميبال ولتين اثنين الله المذموم والممدوح بتان يميت الله كركرنا يمي ودر كركر قد مدى يمي كركرنا يمي ودر كركر ما الله الشنية عندن يو يميت الله كركر يالمنا ما سجازن بولو يمي كركرنا حق اللي على مكبن يمي كركر سوف ويسميتون لما شنف يراسون بدعان انت لما امطات بلا يمكراكر ايه ولا بدع صور ايرلم نورمال كسوقا ستنور كانت غوادنيا غا بهونه مساله علي ستكراكر ايه ميمطال انت حق رس ما سجا سيامطالك لا لا مشنف بده زين بلا ما تكراكر كو هي مذموم هي يفقد ايه شراسي تكلكل نجل ولتنيا دمو يميوررو ميبالو الله تعالى كو نزا الكتاب سوتين تكارك تكراكراچو بلا يا رمنا بما سجا نو يونا بدع الشبهة سيامتابك يا أخي يشبهك تذكر لهم قرآن اندلال حديث اندلال إيه يمي ودن إيه شكر الله يمي تلو زقا سو وترك الخصومات يالو يانيو يالمنا ما سرجا وين دمو حقا لا لما كبل كحقا لما ششبلو يمي كراكرونو السو يهي تلو رزينا وترك الخصومات بلو شيخو زلاس كمتولون يالفو لزينا تلالك يسونا علموك ከሰሃቦችም ጀምሮ አጉል ክርክር መጥፎ እንደሆነ አስተላልፎ አልፏል። ለዛል ለምሳሌ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ كما ذكر الامام الدارمي في كتابه السنن وكذلك الامام الاجوري في الشريعه ميلا اياكم واهل الراي انه استنققاتكم كراي سوت بسميت يمكتلوا رأي مبالو نس قرآن الحديث سيهون بسميته بهاواو النزاء أعداء السنة يهونوا يرسل الله عسن سنان تلاتيهون سووشن
አንተ የረሱል الله ሐዲስን ስታመጣላቸው የረሱል الله ሐዲስን ማፈዝ መጠበቅ ሲገባቸው ፈቃሉ بالرأي በስሜታቸው በሐሳባቸው አሉ فضلوا وأضلوا تمموا ራሳቸው وأضلوا ሰውንም አጠመሙ ይላል إذن ايه صحابة عمر بن الخطاب ان ذا كركر ما درك اندا يلبن يستنككن يالو وكذلك من ايوب السختياني مبالو تل التابعي قال لي ابو قلابه ابو قلابه بارو يا ايوب السختياني شيخنا يا ايوب انت ايوب ويالو احفظ عني اربعا أردت نجروتشن كني حفظ ياز لا تقل في القرآن بقرآن لي اندات الناجر اندات تبل برأيك بحساب القرآن لي اندات الناجر ساتك ما تكون على كمبل ساتك زنب القرآن لي اندات الناجر وإياك والقدر اندى زارمون نزا قدر لا يمناقروا سووتش وين دمو قدر لا من فلافلا فلسف الناس مقباتا أستنككها الله سلق قدر كما دائما تكبا لمن عندي هنا بلان داتيل وإذا ذكر كتتكس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرسل الله عليه وسلم بالدربوش كتتكسوا فأمسك ياز صحابوش لا يمتفو نقر أندات الناقر كذا من هذا ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمعك يبدع سوچن انت لاي يبلاي انديهونو اندات تادرك ينسون مدفو نجر اندات سما لمن دلنا كما يقال البدعه قطافه والقلب ضعيف بدعه من النج ሰዎችን ጥምቅ አድርጋ ምትይዝ ነች ካለብ ቦታ ላይ ተንቅላው ምታወጣው ነገር ነች ቀልብ ደግሞ ምንድነው ደካማ ነው اذا خصومه ማድረግ እንዳይለብን ይሄ ትልቅ የሆነ ሼክ ኢማም ይናገራል ማለት ነው ያ الله من التنيا صلى الله عليه وسلم بين حديثاتي تناغروال مكراكرن وترك الجلوس بلنا لنيا مكمتن كبدع سوتشغا مكمتن يكلكلن ايه ده ما هنا يمطاولاچو اثر ملسن ميهونو من يميلو ولا تمكن اصحاب الاهواء من سمعك النسون يمناغون تكن ذات ادم والعجب العجاب بدا ميغرمونا يمياغزنو نجر عندن سوتش فيسبوك لا يغنيت نجر يادامطا ያ የሚያገኘው ነገር ሁሉ ያያል ها ዩቲዩብ ላይ ከገባ ደግሞ ይመለከታል እንትኔ ከገባ يعني ምንድነው يجمع بين اي شيء ترون ما ترون ያደባልቃል ግን እዚጋ ምን ያለክ ነው የቢድዓ ሰው እንዳታዳምጥለት ይተባልክ ይሄ ነው በሐዲስ መጥቷል ያ الله መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ትላለች قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه اتين ايه نبابه من يميلون هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل وابتغاء تاويله الله سبحانه وتعالى من يال ذري يا الله احمد الدنيا اتين ايه نبابه هو الذي السنو جيتا انزل يا وردو عليك بانت لي الكتاب مطافا كذا كتاب دم مينو كذاوس ايات ايتوچ يهونوت انقطوچ يهونوت محكمات قلص يهونو الناس دم هن ام الكتاب هي دم متشابه يهونو قالو هي دم ما نو لجاهلون متشابه كذا الله من قال فاما الذين في قلوبهم زيغ شوف اسكدوا من قال قلباتهم شجر يالباتوا على الله سبحانه فيتبعون ما تشابه منه يكتلوا طرطار يالو نجر يكتلوا
ግልጽ የሆነ ነገር ይተውና የሚያጠራጥር ነገር ለመከተል ይሯሯጣል። ወሰላሰ ኢን አያት አነበው በኋላ ምን አሉ? ኢዛ ረአይቱም الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أنه إن أنت كاياتو قلت عليه سبحان بيتشا مكتل ها؟ قلت يهن القرآن يتوى الله سبحانه وتعالى مثالي ثم استوى وعرش يالنا الله تعالى شبالي هون واليالنا قلت الله سبحانه بحديثاته أين الله بنو تأيقوان قلت يهن حديثنا قلت يهن القرآن آيانا إليه يساعده كلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه الله تعالى بالقرآن لي ورسوه ينسان هم اللي قلت هنا إيه يتونا من هذا القال يعني يفلقكو أن يتعلى خلاف لأن الله لم أنت دمو كالم منو سيقبال شبهو سيقبال إيه سو خياته قالوا يا الله حمد صلى الله عليه وسلم أن ذا الله يسيماته سووشناته قلباته تمتها اللباته سووش تتنك قواته يا الله حمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم. بمكتر شيخ من الآن والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سنة مالت سنة مالت على عندنا نيازن دا آثار ثانانه آثار يميلو بذات النم يسايو آثار يميلو عند النم يسايو فلقوش آثار بذات المياسايو عنده أثر الزالات سنة مالت النيازن دا يا رسول الله عليه وسلم أثر سنة شون من قراء شون مكة كذا من على والسنة سنة تفسر القرآن قرآنه مزدقب قرآنه متابر الرو تفسر متابر الرو مالت مقلزو. إذن الذي سنرينا يا الله من التنيا لي يورد وحي لتينتنا قرآننا حديث قرآن وحينا حديث وحينا ليونتو من دلنا قرآننا حديث كتبالته قرآن يتعبد به في الصلاة እሺ ለም في الصلاه ميو لما نمتاو يمتياقي እንዳታነሱ ተተነሱ መስታገኛላችሁ አስለ አንዳንድ ሰዎች በተለይ አንዳንድ መጻፎች ላይ ቁርአን ማለት الذي يتعبد بتلاوته ይላሉ በማንበብ ወደ አላህ ምንቀርብበት ብቻውና ዝም ይላሉ የሰው የሱና ካነበበ የሱል ሐዲስን ከሸመደደ ካፈዘ አጅር ያገኝበት ማለት ነው ያሲዘው الذي منال كنيني كما قال شيخنا شيخ وصي الله ابن محمد العباس منال قرآن مالتنا سنة يمين ليو سنة ببان باب مراسو عبادانو أجل تاقين يبتان بذي لم يرسل سنة سنة ستانب يساج سم ستاقز سنوات تورد ببتان أجل تاقين يبتان ذي جنة منه وكتب على قرآن بسلاسوس عبارة تارق ببتان سنة قن بسلاسوس عبارة تارق ببتان አልካካውን በስተቀር የተለያየ መሰሎችን ልዩነቶችን ዑለሞች ይጠቅሳሉ። ሱናና ቁርአን ልዩነት ምንድነው? ከዛ መልፎ ደግሞ ሐዲስ ቁርስ የሚባሉ ልዩነት ምንድነው ይላሉ። إذن ቁርአንም ሐዲስም ወህይ ነው። ለምን الله تعالى ሚላል وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى له إذن ايه وحي ብሎ ጠራ። ሱናም ወህይ ነው። ጅብሪል ወረሱ ቁርአን እንደሚያመጣ ሁሉ ይሄንም وحي عمد على الساعة الزندة نزيلو عنان تاريكوش الحديثوش من نبكونا يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم نقري تأيقان له كنت تأيقوا بها لا زمي لان له كذا أنا وحي ما تولاته ما أنه تأيقوا أين السائر يتعال تأيقوا لان له كذا بها لا مرسون دينو هندينو هندينو قريم المسال إذن سنة وحينا وقرآن وحينا نزيلو والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن سنة قرآن انه متابر الرق نعم ايه لو بقلت ايه متانا قلنا لمثالي ببزات
ቁርአን ውስጥ የሚመጡት አያቶች ወይም ደግሞ አህካሞች ድንጋጌዎች ሙጅመል ናቸው ሙጅመል ናቸው ያ ጥቅል አድርጎ የሚመጣ ነው በብዛት ለምሳሌ አቂሙ ሰላት ወአቱ ዘካት ሰላትን አቁሟት ዘካን ስጡ ይሄ ሙጅመል ነው ስንት ነው የምንሰግደው መቼ ነው የምንሰግደው እንዴት ነው የምንሰግደው እንዴት ነው የምናደርገው ይሄ ቁርአን ውስጥ ላይ አለ እንዴ አለ ይሄ هذا وهذا يكون رد على القران يعني يبقى بدونه قالوا قران ብቻ እንከተላለን ሐዲስ ላይ እንቀበልም የሚሉት ይሄ ለካን ቁርአን እንቀበል ቁርአን ብቻ እንቀበል ሐዲስ ላይ እንቀበል ስም እንለዋለን ማሻአላ በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው እንክስሮ እንደስ ሰላተን አስተጋገዱን አራት ረካ ዙህርን መግሪብን 3 ፈጅርን 2 ዒሻን 4 አስርን 4 ያለው ሲ በቁርአን ላይ አምጣልን በለ ፈቡይተ الذي كفر እዛ ጋር ይወርዳ አመጣማ አምጣልን በለ ዘካ ለምሳሌ ተደርጓል ስንት ነው መሰጠው ስንት ከፍተ መሰጠው ስንት ፍየል ነው መሰጠው ስንት ወርቅ ከስንት ግራም ወርቅ ካለ ግዴታ የሚሆንብኝ አምጣልን በለ የለ ከንም ያመጣ ከንም ያመጣ ከረሱል الله اسم حديث ነው ሊመጣ ከረሱል حديث ነው ስኮ حديث ማይቀበል ከሆነ ሌላ ጥያቄ ደግሞ እንጠይቀዋለን ወንድም ያንተ ቁርአን ብቻ የምትከተለው እሺ ይሄ ቁርአን ማን ወደ አንተ ያመጣው ራስህ ነው የተከበልከው ከረሱል ወይ አንተ ካላህ የተከበልከው በሰሃው መንገድ ነው የመጣልካል ኢዘን ቁርአንን በሰሃው መንገድ እንደመጣ ሐዲስን በሰሃው መንገድ ነው የመጣው ለምን ይሄን ተቀበለ ይሄን ተዋለ ይገባታል ይገባችሁ ነው ኢዘን ይሄ እንደዛ ሰዎች ለረድ ይሆናል ኢዘን ሱና تفسر القران ቁርአንን ታብራራለች እዚህ ጋር ዑለማው ሲናገር وهي دلائل القران الى الله هنا السوق ቁርአንን متاملاكት ነች ይላሉ እሺ احكامه بسنه سيمتو برسول الله صلى الله عليه وسلم حديثيمتو يرسل الله صلى الله عليه وسلم حديثو كقران اكوايا سناي 3 عينات ناتشو يرسل الله سنه حديث يمتا كقران اكوايا سناي 3 عينات نو يمجمراو ما يوافق القران كقران كا عند يونه نو لمثال الله سبحانه وتعالى زنا زمت حرام نو بلوال በሐዲስም ደግሞ ዝሙት حرام ብሎ መጥቷል ይሄ የመጀመረው በሐዲስ የሚመጣ حكم ይርሳል ነገግ ከቁርአን አቋይ ስናየው ከቁርአን ጋር አንድ ይሆነ አንደኛ ሁለተኛ ቁርአንን የሚያብራራ ሙጅመል የሆነ ነገርን ተፍሲር ያደርጓል عامون خاص هيدرقوال قدام يا متولش مثال مثال صلاه السجدو تبعني بالقران لا اندينو منسجدو برسول الله اسمه حديث متوال زكاه صوتو تبعلوال اندينو منسجدو برسول الله سم تناقوال صوم صومو تبعلوال بالقران لا اندينو منصومو برسول الله سم تناقوال كما يجمرو تغلطوال وهكذا ايه ولتنياو كقران جا قران بس يالون احكاموچون عامون خاص يميادرغو مجملو مفصل يميادرغو ناتشو يرسل الله عليه الحديث ثالثኛው ደግሞ يرسل الله عليه الحديث سيمتا كقرانوس ياللون اديس احكام اديس دنيكاجن يامطالو يا الله متهنيا ايه ደግሞ سنላቹ كراساچو عالم يامط قدام بياچارو وما ينتقو عن الهوى بلنا رالن كراساچو يناجر وحي نسو جنب القران هي احكام التكثير مثالي بحديث متوال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المراه وعمتها بين المراه وخالتها بحديث متوال مثالي عند سو يونيش جنكا غبا اسوانا اكستان باندي ماغوات هيفقد لك اكست يبال زغا امرنيا لا اكست يبالو عربنيا لا عمانا خالا اللايا عما كون بن بابا تكونو خاله دم كتباله بنات تكونو ሳሌ አንድ ሰው ልጅን የሆነች ልጅን ካገባ የሷን በእናት በኩል ያለችዋን የሷን አክስት አንድ ላይ አጣምሮ በአንድ ጊዜ ማግብቶ በሱ ስም ማስቀመጥ አይቻፈጠለለት ይሄ በቁርአን አልመጣም ቢት ነው መጣው በሐዲስ ብቻ ነው መጣው اذا اهل السنه والجماعه بالذي صوصهم يامنالو يتقبلال
بل كثير علماءات في مجرشان سوستنيو بحديث بيتشا يمتان يميلون لا 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 يدلم بحديث بيتشا يميلون يدلم تمثل قرآن يمتانو بلن ولد بيتشا بالنارق يبقى أنا يدال لمن؟ الله ميال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتوا إذن بقرآن من دمتان من قطرون لمن الله الزنا لا رسوله تكي يمتان نجا تككلوا يكلكوا نجا دم تكلكلوا بلو علما بابا لذين عند سيتيو عند الصحابة ساقروا متكتل سو ستمتكتلون سيت سيرقم سماج كذا من عالتشو أني قرآن كم جمراس كم جرشو عم ببيو عالو إيه دمو يلا مالتشو أهل لالات أصلا ساقروا متكتل يكتلت وين دمو رباليه كن دمتل مقتن مقتن نقرأهم بيسال لي فتنة هنا بفيسو شهينو تقرون تقمزون كنبون تاقتنو عليك عندي توفرو عليك وفتنة الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه وسلم تناقروت بني علي تلقوا فتنة يتوشي فتنة إيه دمو نعم تملسن أنا تعلن هنا تعلن مش تعلن وغير ذلك ممكرا لبك إيه السماء قرآن لا يلا مالك إيه صحابة من على قرآن لا يلا له ايش كان قال لي يعني انت قران بتكري بتكك تاغنيو نبر عليك انا يفلك مجمره قرتشالو ايهن يمكلكل على يوم عليك انه انت قران يا الله تعالى نغغرن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من الايه بتنبي نورو تاغنيو نبر عليك ايه دمو رسول ككلكلوس عندنيو ايهن عليك بلو نغرك امنك تككل مثلا اذا يسوسنيون كففري كفنون علماءك هي إذا وصي جبار إلى اللو مرة إخبابا كذا من على وليس في السنة قياس أنه قدم دال قوة شبع الله عنده مطاق هاي ورقة كتاب هاي الله شو بورقة صعف بامارين بانجليزين بفرنسين بمطاق القوان قوة هي تكمل شوال إن شاء الله بالله في تعالى أبشروا دينا تشلنا ها أحسن الله إليكم وليس في السنة قياس أنه سنة وسط قياس إلم إيه دم الزقاء قياس المتوالي تنشقوم بلن ما السلاس فلقنا يتفلقوا الزقاء يتتر إمامه يلم بري تناقروا قياس قياس الفارغ يهوننا يا لبوتو قياس مدرق قرآن الحديث ما سرجع يالله قياسي ما درك كونه ايه متى هي تلان يلم عند جاي نغير يلم شريعه المسلم جن كذا وسط لما مثال احكام لاي اصول فقه مما اصول مثالي عند قص يناقر قران هلال حديث هلال عندك يوم مثال كتاب هلال كذا السنه كذا قياس كذا كقياس في الاجماع لا كذا قياسي درا اراتو متفقنا وبذات ولا موش معك انه ما فجنت يتكلموا بك قياس مثل مثالي يهون عند يميكيس بث نجار الله قل المثال استاجو قياس اصول الفقه لا يستمر خمر حرام ايه بالقران متوال نسنا عشان نسو يالمتالت يراسنا كر يخمرن بحري يا ذا ليلا نجر بزمناچن كمتا من نلالن ايه نجر حرام من نلالن لمن قياسا على الخمر من نلالن لمسار من ننطلعته شيشه ها شات سيجاره كاسي بحرجوچنا ول مندناچو يدسي ول ولو منامن قر اندايلاچو علماءك قياسة درقال له خمر السيال له قداته منو منو عنده ماسكره رمسالي أشيش أنقوله مكيب خمر السمع له كذي أشيش سنسا حرام إلا لمن خمر السيال قياس البالع إيه إمام أحمد وتركوا إيهن قياس يلا مسيل إيهن أرلم يفلق أبت يفلق أبت لمسالي قرزي هنا قرآن حريث ماسرجع متو
አይ ተፈልገበት ይሄ ነው ይሄ ማ ትንዲል ብለ ቂያስ መተርጎን ይሄ ይሰራ የለም እንደዛ ነገር ስምናው ቀደም ይጥቀስኩላችሁ መስአል አለ አንዳንድ ቢድዓ ሰዎች አሁን የሚያነሱት አላህ ቃል ሽባን ስለተለ ማቲስ እንዴት እንዲኮሆን እንዴ ነው ብለ ቂያስ አመጣላ ይሄ ውድቅ ነው እሱ ቂያስ ለምን በቁርአን በሐዲስ ስለመጣ ለዚህ ነው وليس في السنه قياس በሱና ላይ ቂያስ የለም የተባሉ ቀደም እንዳብራራውላችሁ ነው ማለት ነው ولا تضرب لها الامثال ለሱና ደግሞ ምሳሌ አይደረግለትም ይሄም ደግሞ ከቂያስ ጋር ይገናኛል አንተ ግልጽ የሆነ ነስ እየመጣልክ ይያለ ተመለሰ አይ ተፈልገበት ይሄ እንዲ ከሆነ እኮ እንዲ ይሆናል ብለ ሌላ ምሳሌ አትፈልፍል እንደመጣልክ ትቀበላለህ እንደመጣልክ ትቀበላለህ ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء انما هو الاتباع وترك الهوى انه سنه بتنقلاتاتين ብቻ እንደልስበትን እኛ ይሁን ነገር ለመረዳት ጭንቅላትን ብቻ እንደ ዋንኛ መሰረታዊ ነገር አድርገን እንከተለው ከሆነ ይሄ ይትን ቦታ ያደርሰናል ሁሉም ሰው አقل አለው ይሄን አقل ይትኛው አقل ምን ይቀበል ያንተ ነው እሱ ነው እሷ ነው ይነሱ ነው የማን አقل ምን ይቀበለው اذا ለሱና እኛ በአقلአችን በአምሯችን ብቻ ምሳሌ አናደርግ አይደረስበትም ወይ ነው በስሜት ሐዋ ስሜት ነው انما هو انه سنكو الاتباع مكه النو وترك الهوى سميت المتون ايه دمو لمثالي العقل السليم يوافق العقل السليم الى له تذكرني تنكلات يالو ايمو يالو كمبرزو بفيت يتلاي بدا كممطاتو بفيت ትክክለኛን አይመሩ ያለው ሰው ከቁርአን በሐዲስ የመጣ ነገር ይቀበላል ግሬ ትላይ ስሜትን ቢድዓን ጭንቅላቱን አምሮን ከበረዘው ከቀየረው ይቁርአን ሐዲስ የመጣ ነገር ላይ እሱ ምንድነው ቶሎ ብሎ ምን ያደርገዋል ጭንቅላቱ ይሄ እኮ እንዲህ ነው ናም ብሎ ይላል ኢዘን ሱና ሚደረስበት በመከተን ነው ሐዋን ስሜትን በመተው ነው ማለት ይሄ ትልቅ ደግሞ ምንድነው ትልቅ የሆነ ነጥብ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ከቂያስ የሚተከሰው ምሳሌ የኢብሊስ ቂያስ ነው የሚጀምረው ቂያስ መጥፎ የሆነ ቂያስ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሰዓት የነበሩት መላእክቶችም ምን አለ ለአዳም እንዲያገነብሱ አዘዛቸው እንዲያገነብሱ ሲባል ዑለማዎች ሲናገሩ يعني አቅጣጫ ወደ አዳም አድርጎ ለአላህ እንዲያገነብሱ ይላሉ ዑለማ ወይ ደግሞ ለክብርም ቢያገነብሱ ይላሉ በተለይ በዱሮ ሸሪዓ ሰው ለሰው ማጎንበስ ችግር የለው ለዚህ ምሳሌ ማመጣልኝ ይችላል ምታቆ ከቁርአን ላይ በዱሮ ሸሪዓ ሰው ለሰው ማጎንበስ ይፈቀዳል ሚያክሷል ከእናንተስ በፍላጎት እጃውታ አረባ ሁሉ የሚቀሩት ቁርአን አ ግዴታ ያን ግዴታ ስለዛ ለምን ፊልሙን መናገር አለብኝ እንዴ ቀኝ እጅ ነው አጣውሰን አ ምን ሆነ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይ ወንድሞች መጨረሻ ላይ ምን አለሱ መጀመሪያ ላይ قال يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم ساجدين انه እነዚህ ቁጥሮችን ከተከሰ በኋላ ለኔ ሲያጎነብሱ አየሁ አለ መጨረሻ ላይ ያ ታሪክ ሁሉ አልፎ ምን ሆነ ሄዶ ሲመጡ አጎነብሱለት ይሄ ቢትና እዛን አንታውን እዛ ጋር ማጎንበስ ይቻላል ትለኝ ተከልክሏል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማጎንበስ ቢፈቀድ ኖሮ ሴት ልጅ ለባሏ እንድታጎነብስ አዝ ነበር ይላል ያ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ፈርዕ ከምንማረው ወጣ ያለ ነው ባል ያለው ክብር حتى سيت ልጅ ከናትና ካባቷ حق የሚቀርም የባሏ حق ነው ወመቁላ ጉዳ መጣ እንዳትሉኝ ይሄ ሸሪዓ ነው እኔ ምንም ማረጋችሁም
ስሙ ሴቶች ከናትና ከአባት ሐቅ የሚቀድመው የባሏ ሐቅ ነው። حتى በሐዲስ መጥቷል ኢንሻአላህ ይሄን ራስ ነው ፕሮግራም ላይ እናየዋለን እኛ። ኢዘን በዩሱፍ ጊዜ ማቆም ይቻላል ተባባን። ኢዘን قياس ሸይጣን ዛከ ምን አለ አቁም ሲባል እኔ ያጎነብሳለሁ እንዴ አለ። እሱን ካፈር ከጭቃ ፈጥረከው እኔ ደግሞ ከእሳት ፈጥረከው እንዴ ያጎነብሳለሁ አለ። እኔ በላይ ነኝ ማለት ነው በሱ ቤት። ይሄ እንደ ደን قياس በሸሪዓ ውስጥ አይወደድም አይፈልግም አስነው። طيب خير ان شاء الله ዛሬ ምዝራ ማቆም አለን هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله